دوما يتجدد اللقاء مع حضراتكم بالخير والرضا. خلونا فاكرين ان العنوان الحاكم للوقت اللي احنا بنعيشه وربما شهور قادمة ان مصر في حالة الحرب، وان اللي مطلوب من دولة بتعيش حالة الحرب انضباط في الاداء الاعلامي، لان ده واحد من اهم ادوات. مش بقى حروب الجيل الرابع اللي مش بتعجب الناس اللي بتقعد تنكت، لا ده من ايام 67 لو تفتكروا، وحرب الخليج الدنيا كلها بتشتغل بالإعلام وما بنشوفش حاجة. وقتها بس في 67 كنا بننكت برضو، لكن في الحقيقة في حرب الخليج الأولى والتانية الدنيا كانت كلها إعلام ومحدش شاف أي حاجة غير صورة. علشان كده وأنا بتكلم مع ظهير هذه الدولة دوما هنأكد إن اللحظة بتملي علينا جميعا وحدة الجبهة الداخلية، الثقة، وان احنا مش فاضيين للتفاصيل. احنا مش هنقعد نتكلم طول الوقت مين ليه فين. علشان كده خليكم فاكرين ان عملية الفرز في اقصى مراحلها، وهي اللي دلوقتي مع كل اللحظة اللي بنعيشها، سواء من فرض حالة الطوارئ لكل الامور اللي هيتم انجازها سريعا، زي ما بنقول بالبلدي وبالعامية المصرية، الغربال هيوقع كتير والفرز هيبقى على عينك يا تاجر، واضح جدا. خلوني بسرعة أقول لكم إن زي ما الدولة دي أنجزت بسرعة بعد إلحاح شديد من الجميع تغيير القانون الجنائي، الآن بيتم كمان وبسرعة جدا تعيين الهيئات الإعلامية التلاتة واللي قعدنا نستناها كتير مع بعض لتطوير منظومة الإعلام المصري. التشكيلة تم إعلانها بالفعل، والأستاذ مكرم محمد أحمد بيتولى رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والأستاذ كرم جبر بيتولى رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، والأستاذ حسين زين رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة. أنا هنا محتاجة أقول لحضراتكم اللي يعنينا وإحنا بنجيب خبر تقريبا هو خبر نشرة. الخبر ده يعنينا جدا في إنه هل دي أخيرا هيكون عندنا أداة تحط معيار حقيقي، مسطرة حقيقية لقياس أداء الإعلام في مصر، الإعلام المرئي، المقروء، المسموع، الإلكتروني؟ هل هذا الأداء هينسحب على كل الكيانات التي تمارس الإعلام؟ لأن إحنا عندنا إشكاليات، إحنا عندنا صحافة عندها تراخيص صحافة ورقية لكن كلها تقريبا بقى عندها موقع إلكتروني. هل تم توفيق هذه الأوضاع وأخذ تراخيصها، ولا المسألة هتفضل طول الوقت خارج إطار العمل الصحفي بالمعنى المهني؟ واللي يخصنا أكتر بما إن إحنا في حالة الحرب، هل وارد ضمن بنود هذا القانون انه يتم التعامل مع كل المكاتب الصحفية، سواء مكاتب خدمات صحفية او مكاتب صحفية للصحافة العربية او الصحافة الاجنبية؟ يعني كل الدنيا دي هنشتغل عليها ولا لا؟ لانه ببساطة لو بصينا على مشهدنا وتابعنا قليلا مكتب بي بي سي القاهرة على سبيل المثال، هنلاقي مراسلة بي بي سي في القاهرة طول الوقت عندها عبارة بيتم ترديدها في أي لحظة وفي أي وقت. طول الوقت بتتكلم على عدد هائل من المعتقلين سياسيا، طول الوقت بتتكلم على وجود للجيش في الشارع، بتتكلم بلغة تنم عن انتماء سياسي وليس مهني عندما تتعامل مع المؤسسة العسكرية المصرية. هل ده وارد ان احنا زي ما في الدول كلها بيبقى في لغة منضبطة عند الحديث عن المؤسسات السيادية في الدول بتتوزع على المكاتب الإعلامية عشان محدش يطلع يقول حرية الرأي والتعبير، محدش يقدر يتطاول لا على الجيش الإنجليزي ولا الفرنسي ولا حتى الإسرائيلي في المسألة دي؟ ده هيكون موجود ولا لا؟ زي ما بالظبط المسألة دي تتساوى، معقولة اتنين إعلاميين بوصفهم صحفيين كبار بس قرروا يبقوا إعلاميين تلفزيونيين كمان يقعدوا يكلمونا فترة طويلة جدا عن تجديد الخطاب الديني من غير ما يكلمونا أبدا
هم فهموا تجديد الخطاب الديني ده ولا ما فهموهوش؟ مش معقول بمجرد الرئيس ما يطلق دعوة تجديد الخطاب الديني تبقى تساوي بالضرورة اللي فهموه يعني هدم الأزهر. طيب احنا من شاشتنا ومن بين السطور بنقول مش ممكن يكون ده المقصود، لأن مصر بحاجة للأزهر، والأزهر في مجده وفي عزه هو الأداة الضابطة، والأزهر لأن هو أهم كيان لهوية الدين، وطول الوقت بنقول إن مصر هي دولة الهوية. لو كانت مكة أرض التنزيل فمصر دولة الهوية، يبقى لما تطلع إعلامية تتكلم وهي مش عارفة يعني إيه تجديد الخطاب الديني فتتطاول على المؤسسة الدينية المصرية الأزهر، الأزهر بحاجة للتنقية، بحاجة لإنه يستفيق كل المؤسسات المصرية طالها ما طالها في السنوات السابقة، والأزهر لازم نحافظ عليه. هنا هل ده هيكون ضمن ضبط الخطاب الإعلامي؟ طيب لما يطلع اتنين صحفيين علشان يقعدوا طول الوقت يتكلموا إن جريدة الوطن استبقت الداخلية، ويقعدوا الاتنين يمجدوا في إن الصحفيين في الصحافة الاستقصائية عملوا اللي ما عملتوش وزارة الداخلية المصرية، هل ده كمان شيء مفهوم أو مقبول ضمن ضبط الخطاب الإعلامي؟ طيب هو ده كمان من حق الناس والقضية قيد التحقيق إن أي صحفيين بأي قامات من أي فصيل سياسي يتكلموا بهذه الطريقة؟ لسه الحكاية توجع قلبنا لما نشوف إن مكتب القاهرة لجريدتين من الكويت الشقيقة واللي موقفها مع مصر واضح وجلي واللي بتدعم الدولة المصرية ودولة 3-7 يطلعوا يستبقوا التحقيقات ويشتغلوا معانا بمفهوم إن هم كمان لديهم تحقيقات تخصهم، وكأنهم اتحولوا من ناقلي للمعلومات والمعرفة والكشف عنها إلى إن هم جهات تحقيق. خلوني أحط قدام حضراتكم، يعني لما جريدة القبس الكويتية تكتب وتقول كده على طول القاهرة القبس، والصحفي بتاع مكتب القاهرة راشد الشراكي، بينما شيعت مصر ضحايا تفجيري كذا كذا كذا، دخلت الكويت على خط كشف المعلومات المثيرة. احنا هنا لازم نقف، لأن دولة الكويت ما قالتش حاجة من دي على الإطلاق. ولما نتكلم بالمعنى ده وكأنك بتنقل من القاهرة موقف دولة الكويت، دولة الكويت لديها كل الصلاحيات ومؤسساتها تعمل وبشفافية، وعلاقتها مع الإدارة المصرية علاقة ممتازة، لكن دولة الكويت كلمت مكتب القاهرة وكلمت راشد الشراكي عشان ينشر الكلام ده، ده كمان لأنه المكتب في القاهرة والاسم اللي عليه اسم مصري من مكتب القاهرة، يبقى المسألة هل هتكون ضمن ضبط الخطاب الإعلامي والشعور بالمسؤولية، ولا المسألة تجزئة معلومة والوقوف على جزء من معلومة، أو فكرة التسويق مرة تانية؟ ما ده اللي انتقدناه في الإعلام المرئي لما اتكلم على خان شيخون. طيب لما جريدة الرأي الكويتية كمان تقول انتحارية الكنيستين المصريتين دخل سوريا في 2013 وأحدهما عمل محاسبا في الكويت 4 أشهر، وبتقول أبو البراء قادم من ليبيا بعملية تمويه وإجراء فحص الدي إن إيه لتحديد هوية أبو إسحاق. أنا بصراحة لازم أقول لكل اللي بيشوفوني علاقتنا بالكويت راسخة ومستقرة وواضحة، ما فيهاش أي جيوب ولا أي معلومات معلومة وأخرى مخفية. علاقتنا حتى بهذه الصحف ولا مرة كان عندنا إشكال معاها. طيب لما مكاتب القاهرة تقول الكلام ده، ده معناه إيه؟ اللي يهمني المهنية اتنين، أرجوكم تأكدوا الاتنين الإعلاميين اللي طلعوا على محطة امبارح علشان يكلمونا إن الصحافة استبقت الداخلية المصرية، دي مش حقيقي على الإطلاق، لأنه ببساطة هم ما عندهمش معلومات جهات التحقيق الحقيقية، يعني ما يعرفوش وزارة الداخلية وصلت لحد فين، ولا أنا
ولا حضراتكو ولا مطلوب نعرف لحد ما التحقيق يقول هو عايز يقول لنا ايه. وافتكروا حادثة البطرسية، الاعلان تم بهذا الاداء وبهذه السرعة لانه في معلومة. هل النهاردة الصحفيين المصريين دول عندهم معلومات تفوق اجهزة الدولة، ولا هم عايزين يقولوا ان الدولة سربت لهم معلومة؟ واني دولة اللي سربت معلومة؟ واللي يخصني ارجوكوا يا ظهير هذه الدولة تأكدوا محدش عنده معلومة، لا الاعلامية اللي قعدت تهد في الازهر، ولا الاتنين اللي قعدوا يقولوا ان الدنيا سبقت الداخلية المصرية، ولا ده يقول ان عندنا شعور بالمسؤولية تجاه وطننا. قولا واحدا اللحظة بتقول اما مواجهة الذات واحنا في حالة الحرب، او يبقى عندنا اشكالية واللي يهمنا فيها المهنية. خلوني أروح للأستاذ أحمد ناجي أمحى مدير وحدة الرأي العام بمركز الأهرام للدراسات وأسأله هذا السؤال بشكل مباشر. أستاذ أحمد، يعني المهنية تقتضي أن هذه الكيانات اللي بتتكلم سواء عندنا في الإعلام المصري، سواء مكتب البي بي سي، سواء القبس والراي من مكاتبها في القاهرة، إيه الموضوع؟ معلش خليني أسمع حضرتك. طبعا. الو، ايوه اتفضل. ايوه في البدايه لازم نبص لموضوع المصطلحات اللي بيتم ترديدها في وسائل الاعلام الاجنبيه سواء المطبوعه او المشاهده او المذاعه. مختلف الوسائل الاعلاميه هي بتنقل للحاله الاعلاميه اللي في الداخل اللي فاتتها للاسف فتره من وعدم دقه الضبط المصطلحي للكثير من مسميات المؤسسات في الداخل المصري، واللي سمحت في كثير من الاحيان بالتخاذل مع ان انا اطلق على مؤسسات بعينها لها كل التقدير والاحترام في الداخل المصري مسميات تعكس حقيقه اتجاه ناس كانوا مستهدفين هذه الدوله ومؤسساتها طوال الفتره اللي فاتت. الامر الثاني اللي حضرتك بتتكلمي فيه هو الامر اللي في منتهى الخطوره، أن الصحيفتين اللتين نقلا عن حادث التفجير في كنيسة ماري جرجس في طنطا وعن كنيسة ماري مرقس في الإسكندرية، دول نقلوا بيان داعش، يعني في اعتراف بأن بيان داعش هو مصدر الإعلام الرئيسي لهما، وبالطبع لما ياخد عن داعش وبيانها ويبتدي يشتغل عليه في احداث هذا النوع من الاثاره، هدفه نمره واحد الظهور بمظهر المتابع الجيد في الداخل المصري والانفراد للمطبوعه الصحفيه اللي هو بيشتغل يتولى مراسلتها من الداخل بما يمكن ان نطلق عليه السبق الصحفي اللي هم بيدوروا عليه دايما والسبق المعلوماتي. فهل ده نوع من انواع الاعتراف بداعش واعلام داعش كآلية رسمية يتم اعتمادها في التعامل الإعلامي؟ حقيقي ده أمر ينبغي أن نتوقف عنه، وده أمر يعني محزن للي ياخد من بيان داعش ويتعامل معاه على هذا النحو المطلق، بل ويستخدمه ضد الإجراءات التحرياتية والإجراءات تجميع المعلومات في داخل بلده واستباق التحقيق. أيوه استباق التحقيق، يعني احنا في أي حادث في العالم بنستنى نتائج التحقيق. والإساغة يا فندم، الإساغة هي علاقات دولتين شقيقتين بالظبط كده، يعني ده برضو يعني في نية مميتة بالظبط. طيب يعني في ثلاث حاجات حصلوا في هذه اللحظة اللي تم فيها النقل: الاعتراف بداعش وإعلام داعش كمصدر رسمي للمعلومات والانطلاق منها، استباق نتائج التحقيقات في الداخل المصري والتعامل معها باعتباره يقدم اليها مفاجآت ومعلومات هي غائبه عنها. ثلاثه، الإساءة مباشره الى العلاقات بين دولتين شقيقتين يمكن ان يؤثر عليها هذا النشر على هذا النحو. بشكرك شكرا جزيلا. سامحني مدير وحده الراي العام. لا يا فندم، ربنا يخليك. لا يا فندم، تحت امرك. مدير وحده الراي العام بمركز الاهرام للدراسات الاستاذ احمد ناجي أمحى، اعتقد لخص فاوفى، والمساله لكل اللي فاهمين انهم وصلوا المعلومه واللي صدقوا الهيصه اللي حصلت امبارح ان جهات اعلاميه بتستبق وزاره الداخليه. ارجوكم تابعوا تفاصيل الحوار الرائع اللي عمله الاعلام الكبير عمرو اديب بالامس مع صحيفه الوطن، وانتوا هتقفوا على التفاصيل بجد، وخلوا الثقه في دولتكم اكتر من كده،
والأهم، هل أنتم محتاجين تعيدوا قراءة أسماء مكاتب هذه الصحف وتعرفوا أن جزء من هذا الشباب بيعمل في جريدة المقال وأنه بيشتغل في مكانين؟ هل المسألة فيها ما بين سطورها ما يستحق أن أنتم تنتبهوا ليه؟ الحقيقة النهاردة يوم أهم بكتير من أننا نقف عند الحاجات دي. كل ما بندور على إجابة لسؤال في حلك في مشهدك يا مصر بنلاقي الحكاية رايحة للإرهاب، وبتاخدنا وبسرعة غريبة جدا لكلمة سوريا. سين واو ر ي ألف سوريا. طيب المسألة دي لما تيجي على لسان رئيس الحكومة النهاردة يكرر اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني، ويقول ان في مصادر تمويل، ولما سباق ما بين إيطاليا وموسكو على سوريا بوزراء خارجية والمسألة، أرجو أن أنتوا تهتموا لأن اللي جاي تقيل، اللي جاي تقيل، وبما أنه تقيل في سوريا اللي كل ما بندور على إجابة لسؤال بيبقى هناك، لازم تاخدوا بالكم أن المسألة تخصنا إحنا في مصر. هخرج للفاصل علشان نستقبل الباحث في شؤون الشرق الأوسط الباحث السياسي فادي عيد. كل الخير والرضا والثقة في اللي جاي طالما محققين الشروط، وحدة جبهتكم والثقة في إدارة المشهد. هو ليه الرئيس بعد يعني مشهد قاسي عاشته مصر واجتماع لجنة الدفاع الوطني طلع يكلمنا ويلمح لفكرة إن في دول ويجب على المجتمع الدولي إنه يعاقبها؟ والنهاردة في البيان اللي قدمه رئيس الحكومة المصرية في مجلس الشعب قال نفس العبارة. خلوني ارحب بضيفي الباحث في شؤون الشرق الاوسط الاستاذ فادي عيد. مساء الخير. مساء النور. خليني هستاذنك، هي دقيقه واحده هيقول فيها ورئيس الحكومه نفس جمله الرئيس بلغه تانية امام نواب الشعب، مصر بتتجهز لايه ومين الدول دي؟ بس نسمعها. اتفضل. لدى الدوله اليقين التام الذي لا يخالطه شك بان تلك الهجمه الارهابيه يقف ورائها من يضخ اموالا طائله تتعدى مليارات الجنيهات لدعم الجماعات الإرهابية المتطرفة عبر تزويدها بأحدث التقنيات في مجال الاتصالات واللوجستيات والأسلحة والمتفجرات كي تواصل إجرامها ضد شعبنا الكريم. طيب مين الدول دي؟ طب في البداية طبعا اسمحي لي ان انا اعزي الشعب المصري كله في كل شهداء مصر، وربنا صبرنا جميعا يا رب. السؤال اللي اتطرح بشكل مباشر مع حضرتك دلوقتي والرئيس السيسي ألمح ليه ان في دول بتراعي تلك التنظيمات وهي اللي بتعمل على تجميعها وارسالها للدول العربيه من الاخر. شوف الزماني، منطقه الشرق الاوسط لا تتحمل ايران واسرائيل وتركيا وطموح قطر والتطلع السعودي الجديد دوله بحجم مصر. المنطقه دي بالظبط زي بالظبط كده نجيب قوه صغيره نحط فيها 50 نفر، ده معقول؟ استحاله ايه اللي يحصل؟ عراق. المثلث اللي مرسوم من الاول ايران تركيا اسرائيل، في دول حبت تخش مع تركيا فبقت تركيا ومعها توابع ليها في الضلع دوت، دي اضلاع المثلث. هذا المثلث ابتدى يتغير شكله بشكل جذري من منتصف تموز الماضي، اي من ليله الانقلاب في تركيا. اتضح ان البساط بينسحب من رجل دوله منهم بيروح لدوله اخرى. بمعنى ايه؟ ممكن الخص ده بجملتين. الجمله الاولى قالتها المانيا على مصر يا حارس جنوب اوروبا الرئيسي. بالظبط. الجمله دي اتقالت على تركيا بعد مبادره الناتو في اسطنبول 2004. كان طبعا اردوغان ابتدى ينتشي فرحا ويحضر بقى ويقول ان ديار بكره بقى ليها دور جديد، ان دي تبقى ايه؟ بوابه حمايه اوروبا. الجمله الثانيه اتقالت برضه من بيت الابيض قريب لما كان الرئيس السيسي هناك في واشنطن، رجل الشرق الاقوى على الرئيس السيسي. نفس الجمله دي اتقالت من 5 سنين من هيلاري كلينتون على كان فدان مدير الاستخبارات التركية. اذا كل ما كان في جعبة السلطنة أو الدولة التركية ابتدى ينسحب شيئا فشيئا ويجي ناحية مصر. لما نمشي تابعا حتى في مشهد السوري ولاقي النهاردة أمريكا بتسحب بعض الرادارات والأسلحة والطيارات من إنجليك وتوديها شمال سوريا، ما دلوقتي بقى ليها 5 قواعد في شمال سوريا بتعمل على توسعات وما إلى آخره، ونتطرق في دوت لما نخش ملف السوري. إذا هنا البساط عمال يتسحب وشيئا فشيئا من هذا الضلع ويجي ناحية الدولة المصرية.
بالظبط. فكان طبيعي جدا ان يحصل حاله صراع ما بين تركيا وتوابعها في هذا الضلع مع الدوله المصريه. الكلمه اتقالت انا بعتبرها بشكل واضح، مش مستنيه يعني مش مستني هو توضيح. الدول بالمعنى بتاع حضرتك هي تركيا، قطر، على الاقل اذا ما كانش فيه في ضمن التوابع كيانات او دول اخرى. بالفعل لما نشوف المستجدات اللي بتحصل سواء في سوريا او حتى في ليبيا او السودان او في سد النهضه، من النهارده امير قطر موجود في اديس ابابا. صحيح. كل هذه لو دخلنا في كل دوله بعمق شويه هتلاقي كم البصمات اللي هو الاء كلها طب لا تستهدف. بعناوين سريعه يعني انا نبتدي بدور هذه الدول. أه؟ طبعا ملف الليبي حضرتك شوفي قطر بتتعامل مع السودان ان دارفور هي محطه ترانزيت لنقل السلاح والجهاديين الى جنوب ليبيا، عشان كده الجيش الليبي عمال يعاني من الجنوب، عشان كده اطلق عمليه الرمال المتحركه. نفس الكلام الدور السعودي، السعوديه لما حبت تخش دخلت عن طريق مين؟ مصر؟ لا، السودان. الجزائر. الجزائر عشان تدعم حكومه الوفاق. ليه؟ بتستكمل الدور اللي انت عملته في 2011 لما بندر بن سلطان حيد الصين عن القذافي ثم قدر يحط حظر جوي على ليبيا المهد للنيتو ان هو يدمرها تماما. والدور يعني ده محتاج لوحده قصه تانية. ليه دخل دلوقتي ليبيا؟ طب دخل تحل حل؟ لا، طب دخل ليه؟ السودان دلوقتي لما لقى على حدودي الجنوبيه مناورات ما بين السلاح الجوي السوداني والسعودي لاول مره في التاريخ، ايه الهدف منها؟ لما لقى النهارده مثلا رجل اعمال زي الرقحي السعودي والاستثمارات السعوديه داخله بكل تقل لتنميه قطاع الزراعه السعودي، والبشير وبيفتتح هذه المصانع بيشتم في الصادرات الزراعيه المصريه، طب ليه؟ ما تجيب سيرتنا يا اخي وافتتح المصانع بتاعتهم وخلاص. لكن ليه كل حاجه متوجهه ليك؟ البشير يوم ما يروح الرياض يعمل حوار مع صحيفه الشرق الاوسط السعوديه يقول هنطالب بحلايب والشلاتين مع مصر وهعمل 1 2 3 ويهدد. ليه؟ كل اللي بيحصل ده تحركات قطر والسعوديه في اديس ابابا برضه الواحد عايز 3 4 حلقات. ليه؟ كل دوت الاستثمارات؟ لا، انت رايح يا اسبانيا، احنا عارفين ايه هذه الدول وايه طبيعتها، انت كلها بتضرب في مصر. نفس الكلام لما نكمل قدام ونخش في الملف السوري او ما الى اخره، هنلاقي ان هذا الضلع عارف كويس قوي ان بتتسحب من رجل البساط بعد كل اللي صرفوه كل اللي عملوه بيروح ناحيه الدوله المصريه. احنا سعينا ان احنا نحارب حد؟ استحاله. الجغرافيا والتاريخ بتاعتنا هي اللي فرضت هذا، ده غير دورها، دور هذه الدوله بعد 30 يونيو وشكلها. تمام. هيبة الدولة المصرية هي اللي فرضت ده بكل تأكيد ومصداقيتها في انك انت بتحارب الارهاب. يعني حضرتك سمعتي مثلا عن مصر بتدعم اي تنظيم في سوريا ولا في العراق ولا في ليبيا؟ زي ما الاتراك والقطريين على الاقل بيمولوا هذه الكيانات. طيب في الوضع الحذر ده جدا والخطير جدا، احنا عندنا تصريحين من الرئاسة ومن رئاسة الحكومة وكأنها تمهيد للشعب، أرجوكم انتبهوا إحنا ممكن نبقى في حالة مواجهة أكثر قسوة. تمام. والكلام عن مليارات دخلت علشان تشتغل في السياق ده أو تدعم هذه الكيانات الإرهابية، ده معناه على طول إن الحرب أصبحت معلنة ومفتوحة ما بين قطر، تركيا، مصر. بالظبط. على الأقل. بالظبط. وكل ما بيفوت الوقت الصراع بيبقى على هذا الضلع، مين يملي مكانه؟ مين يملي مكانه؟ كويس قوي المصطلح ده. طيب كل ما بندور على حتى إجابة في الضلع ده بنلاقي كلمة سوريا داخلة في الموضوع بالتأكيد، وطبعا العنوان الأبرز هو خان شيخون. تمام. اللي النهاردة بيقولوا خان شيخون هتتضرب تاني وهنلاقي كيماوي تاني. بالزبط. يعني وكأنهم بيطلعوا لنا لسانهم ان هم اللي عاملين الكيماوي، مع ان الكيماوي تفكك على ايد امريكا نفسها وروسيا في 2013. مش معقولة بشار اللي بيتقدم على الارض يستخدم دلوقتي الكيماوي. ثانيا لو احنا تأملنا دور ما يسمى مرتدي الخوذ البيضاء وما الى اخره، هو نفس شغل تيكا والاتش يعني بعض المنظمات التركيه الاوروبيه اللي كانت بتشتغل في تركيا سوري في سوريا عشان يعني تصنع مشاهد معينه ثم تتنقل للاعلام بصوره بقى زي العراق صدام يمتلك سلاح كيماوي ونووي. ده كان واضح جدا. لكن المهم يا اصلا قبل ما اخش في خان شيخون بالتفصيل والضربة الامريكيه وايه اسبابها وابعادها، يا اصلا ليه سوريا يعني الحرب عليها من كل الجهات؟ يعني كل ليه؟ دول العالم في سوريا ليه مش نفس هذا العدد موجود في العراق او ليبيا او اليمن؟ حلو قوي. ليه؟ شوف حضرتك من اول 2003 اول الضرب المباشر على الشرق الاوسط يعني سقوط بغداد. بعد سقوط بغداد مباشره كولين باول وزير الخارجيه الامريكي في هذا الوقت توجه لدمشق وقابل الرئيس الاسد وطالبه بالتوقيع على مذكره شروط الابقاء، 5 بنود خليك كوبي بيست زي كان بديفيد او اوسلو او وادي عربه، تحييد سوريا تماما وتتخلى عن حزب الله وتبتعد عن ايران وما الى اخره. بعد ضغط مستمر ثم كولين باول اضطر انه يكلف في هذا الوقت بحكم علاقاته الكويسه مع بشار في هذا الوقت احمد داوود اوغلو وقبليه علي باباجان وزير الخارجيه التركي
بالعافية مضى على بندين من الخمس شروط ومع ذلك لم ينول الأمريكان مرادهم. 2006 حرب تموز، شفنا كلها مشهد غريب، ازاي حزب الله ده مش دولة، ده حزب يقدر يعمل كده في 33 يوم فين مع إسرائيل؟ والكلام طبعا التأكيد اللي ادى الاكسجين ده كله لحزب الله وسوريا. لما كانش دور سوريا موجود ما كانش حزب الله قدر يكمل. هو بيرد الجميل دلوقتي، كان يدوبك يبقى نحله تلدغ مره ثم تموت. ثم في 2008 كمل مشاريع الغاز اللي اتقدمت لسوريا من الخليج ورفضت هذا. اذا انا ما استغربش يعني ان سوريا ليه بيحصل فيها كل دوت. لا يعني بشار الاسد كلماته لما كان قال الاشباه الرجال وانصاف الرجال، هذه الكلمات اوجعت الكثير. حلب سيادتك اللي كان فيها 1700 مصنع كانت شوكه في ظهر الصناعة التركية، فين 1700 مصنع؟ لا 1700 مصنع دلوقتي اتسرقوا كلهم في تركيا. دير الزور اللي دايما ياما وقفت ضد مشاريع الغاز والنفط ايضا يعني بتدفع ضريبة. سوريا اللي كانت الدولة العربية والإسلامية الوحيدة تقريبا هي اللي عندها اكتفاء ذاتي من القمح وبتأكل نفسها بإيديها، كان وضع طبيعي ان احنا نشوف اراضيها بتتحرق. اذا مش مستغرب ان هذه الدولة كانت بعيدة عن السرب اللي كان ماشي ورا امريكا بريطانيا انها يحصل فيها كل دوت. لكن دلوقتي خان شيخون، ليه اصلا امريكا ضربت سوريا؟ طب تعالى نشوف الداخل الامريكي ونشوف داخل ترامب ايه وضعه في امريكا. كان عايز يقابل بوتين ووعد انه اول مقابلته تبقى مع بوتين، حكم الضغوط الداخليه مش قادر، حدود مع المكسيك مش قادر، مشروع اوباما كير اللي حاول يمسحه برضه مش قادر، كل ما عين حد في الامن القومي الامريكي يشيله له. يعني عندك مايكل فلين طلعوا له المكالمه دي مع روسيا قاموا شايلينه. ديفن نونيز ده رئيس لجنه الاستخبارات في الكونجرس الامريكي واللي كان كشف ان سوزان رايس مستشاره اوباما بتتجسس على ترامب طلعوا له برضه مصيبه وشالوه. مين تاني يعني؟ في اسامي كتيره، في ستيفن بانون اللي عينه ترامب من قيمه شهر او 40 يوم تقريبا كبير استراتيجيين في مجلس الامن القومي الامريكي طلعوا له مصيبه. كل ما ترامب يبعت قايمه لماك ماستير يعينها له في مجلس الدفاع او في اي حته في امريكا يقول له بالسلامه ما فيش. الشعب نفسه والصحافه، شوف حضرتك واشنطن بوست ونيويورك تايمز بتكتب ايه كل يوم عن ترامب سلخاه. كل المؤسسات الصحفيه اللي تابعه للاستخبارات الامريكيه السي اي اي واللي تابع بعض رجال الاعمال اللي احنا عارفين دورهم في العالم كله سلخه ترامب. كان لازم ان يوجه هذه الضربه. طب امريكا قالت لروسيا عن الضربه؟ انا مش هقول لك البنتاجون صرح. طب الاهم روسيا قالت ايه؟ اوفياتسوف، بوريس اوفياتسوف رئيس لجنه خبراء الامن في البرلمان الروسي قال لك ايه؟ امريكا اطلعتنا على هذه الضربه. وتم قصف تم سوري يعني صدور 59 يعني ضرب 59 صاروخ اللي اصاب الارض 23 والباقي مش عارفين مصيره. وارد تكون روسيا اتعاملت معاه او ما الى اخره. لكن الاهم قال لك بقى ايه؟ ان كل الضرب حوالي 6 طائرات غير صالحه للتحليق، وان اساسا اغلب هذه الصواريخ اللي اتضربت من امريكا التوماهوك هي اساسا عمرها الافتراضي انتهى. اذا الحرب هذه الضربه دعائيه في الاساس سياسيه في الاساس ولكن هتقف لحد هنا صعب، لان الفريق اللي ورا ترامب ومحاصر ترامب عايز يدفع بيه الى ما لا نهايه، يعني يدفع بيه في وش بوتين. وفي نفس الوقت ولحد دلوقتي السي اي اي ماشي على الخريطه اللي كان محضرها لاوباما وتنفذها الى كلينتون لما تيجي بعديه. طب مين المستفيد؟ اول ناس هنقت ترامب على الضربه مين؟ السعوديه. السعوديه رجعت للملعب السوري تاني، وراجع بقى المره دي بقى مع مين؟ بتدعم تركيا تشغل المناطق، موضوع المناطق الامنه مره اخرى على الحدود الناحيه الشماليه. والاردن مع اسرائيل عاملين فتحوا غرفه الموك مره اخرى عشان يعملوا هنا مناطق عازله في الجنوب. دي المقصود منها المناطق العازله اللي في الجنوب ان هو يطلع حزب الله ايران من هذه المناطق. طب دي السعوديه اللي رجعت ملعب تاني، مين تاني حد هنا؟ بالترتيب اسرائيل. اسرائيل دلوقتي بقى بترد على نتنياهو اللي حيرها وطلبت منه كتير وحاولت تساوم وتغير كتير انه يتخلى عن بشار الاسد وايران، بترد كرامتها بعد ما اتضرب ليها تعرض طبعا طيران الاسرائيلي الضرب لاخر مره لما حاول يخترق الحدود السوريه. في نفس الوقت خلي بالك نتنياهو في الداخل عنده مشكله بتدفعه ان هو يصعد اي حرب سواء في جنوب لبنان او في سوريا او حتى في غزه، الا وهي قضيه الفساد. طبعا هو مدرك ان في حق يعني دوله ما طلعت هذه القضيه وفتحت عليه النار عليه هو وعلى مراته وابنه. رابع حد تركيا. تركيا نفس الكلام، الداخل عنده مشاكل، في نفس الوقت عنده مشاكل اكراد ولقى ان مشروع درع الفرات لم يكتفي به الا الباب، دلوقتي هو بيتحضر ليعني اطلاق درع دجله عشان يضرب الاكراد ما بين سنجار وجبل قنديل. في نفس الوقت انت كاردوغان عندك مشاريع كنت عايز تحققها وفشلت. في نفس الوقت الـ يعني طموح تركيا هو مش واقف عندنا بس، لا اردوغان محضر ما يسمى يعني دلوقتي بيحضر لفصيلين جديدين
ما اعرفش بقى اسمهم هيبقى ايه، غير داعش يعني، غير داعش وجبهه النصره والجيش الحر، ده اللي بيتحضر في نفس الوقت في توكات وجروم وميرزافون، بيتحضر كان او يعني شبه تنظيم عسكري كمان. اسمه جند اردوغان قد يستخدمه في تامين الاستفتاء القادم، خصوصا عارف انه داخل على قلق، قد يستخدمهم للتدخل في سوريا، كل ده وارد. الحد الخامس تقريبا اللي هنبقى نشيل بالترتيب كانت الاردن، اللي طبعا حصل لها استداره سريعه من روسيا وسوريا بعد ما كان في خطوط الود موجوده مره واحده. اقري تصريح العالي الاردني في واشنطن بوست بيقولها وش يعني، ان روسيا ندمان انها تعيد تفكيرها تجاه بشار، استحاله تفضل دعم واحد سفاح، كان ده عامله هو يعني قبل خان شيخون. ده قال حبه كام تصريحات قلنا ان تحصل حاجه زي مجزره كبيره. طب النهارده بيقولوا ان خان شيخون هتعاد مره اخرى بكل تاكيد. السيناريو اللي احنا رايحين فيه، انا بقول لك الداخل مجمع المؤسسات او الدوله العميقه الامريكيه بتدفع في هذا الاتجاه، ماشي على الخطه اللي اوباما كان محضرها لهيلاري كلينتون. اللي انا بس مش عايز يفوتني برضه في المشهد ده يعني يخص حاجه قبل ما ادخل على الخريطه السوريه وشكلها البشع دلوقتي بقى عامل ازاي، ما انساش ان في رساله متوجهه من كل دوت لايران، عشان نكون صراحه ان كل ما يحدث او المراد من ما يحدث الان في سوريا والمقصود منه ان هم يخرجوا ايران من سوريا. قبل خان شيخون 24 ساعه ايه اللي حصل في ايران؟ ابراهيم رئيس السادات المعروف بابراهيم رئيسي اتقدم للانتخابات الايرانيه. طب وحسن روحاني كان خماني غضبان عليه؟ لا ده حتى يعني بارك له من قيمه اسبوعين، انزل انزل ولايه تانية. لكن اشمعنى ابراهيم رئيسي الاصول المبدئي مقرب جدا من الدوله الايرانيه والحرس الثوري الايراني، متزوج هو من رجل او مراقب خمايني في محافظه خراسان المسؤول عن رعايه المكان الاقدس لدارين في ايران يعني. الامام رضا مش بنت خمايني، بنت مراقب بنت خمايني في محافظه خراسان. انا عايز اقول لك ان هو حد غير ان هو اصولي مبدئي من طار الحال مش ليس الاصلاحي، الا حد مقرب قوي من خمايني، في نفس الوقت خمايني هيدعمه المؤسسه الاصوليه بالظبط، المؤسسه الاصوليه احمد جاي نفسه اول واحد اعلن هذا. طبعا دي اعتقد رساله كانت توجهها بشكل او باخر الى المحور الغربي والامريكا، مش كده ما استغربتش ان انا اشوف خان شيخون بتحصل. اتفضل يا فندم. ايران يعني الرساله في خان شيخون لايران، مش في خان شيخون لبشار وايران، ولكن في خان شيخون تحديدا عشان اكون صريح معاكي لا لبشار اكتر. طبعا. لكن ما يحدث في الشمال او بالتحديد على الحدود الاردنيه او الاسرائيليه السوريه ده المقصود منه يخرج ايران. طيب. وفي الاخر انت لو شلت بشار هتبقى انت شلت ايران من هذا الملعب. لان لما نشوف حتى دول يعني اجتماع دول السبعه الكبرى في ايطاليا المراد كله يعني المندوب الامم المتحده الامريكيه يدلك ايه، عايزين نخرج ايران من ثلاثه وش، نخرج ايران من سوريا ونناقش بقى تقسيم ليبيا، مش حتى الملف الليبي او اي لفظ تقسيم ليبيا ده اتقال من واشنطن. طيب. اكتر من مره هخرج يعني. لفاصل علشان مهتم قوي اعرف هي سوريا رايحه للتقسيم، هل ده هو الجزء اللي قال الإدارة المصرية واللي هي بتلفت انتباهنا طول الوقت عليه؟ وإذا سوريا تعرضت للتقسيم بعد يعني الأضلع اللي حضرتك أشرت إليها، التدريب العسكري التركي السعودي، غرفة المخابرات اللي بتدار في الأردن لأول مرة، تدريبات برية تقريبا بين تركيا والسعودية بتحدث النهاردة، وغرفة عمليات الأردن تاني رجعت بالزبط. تشتغل وإسرائيل بعد فترة صمت وهي بتتفرج على الربيع العربي تتحرك زي بريطانيا بشكل مكشوف تتحرك. المشهد ده كله احنا محتاجين بس نشوف هو ده له علاقة بينا برضو بشكل بالتأكيد. مباشر ولا لا، بس هستأذنك بعد الفاصل. سريعا للباحث في شؤون الشرق الأوسط الباحث السياسي الأستاذ فادي عيد. أستاذ فادي، إيه اللي خلى ترامب فجأة يعني يبقى مطلوب منه يدخل على قضبان القطر بتاع المؤسسة الأمريكية بالطريقة دي؟ إيه لأنه الحقيقة ما نقدرش ما نبقاش شايفين حركة تريزا ماي. تمام. أول زيارة والرئيس المصري في الولايات المتحدة اتحركت بين الأردن والسعودية. صح. والنهاردة بنفهم ليه. ايه تمام، شوف حضرتك احنا شرحنا بشكل واضح واعتقد شبه مفصل الضغط الداخلي في امريكا على ترامب على شخص ترامب، وتم احداث هذا المشهد المصطنع مخصوص خان شيخون عشان يدخلوه في السلم يعني اول سلمه ويكمل بقى الطريق. الجانب الاهم المؤسسات نفسها اللي يعني نقول ايه يعني محاوطه ترامب ومش حسب ما تحب اللي هي السي اي اي دي في وقت من الاوقات ايام المنافسه بين كلينتون وترامب استعانت بالاستخبارات البريطانيه ضد ترامب. بريطانيا دلوقتي هي اللي بتحرك
يعني مش هقول بتحرك او يعني لاعب اساسي غير انها لاعب اساسي بتحرك اللي في الاقليم الا انها يعني برضه مش هيكون ببالغ لو انها بتحرك السي اي اي. لان مثلا لما اشوف حضرتك ثاني يوم مجلس الامن بعد خان شيخون مندوب بروسيا احتدم بمين وتصادم مع مين؟ مع امريكا؟ لا مع بريطانيا، لان عارف ان ترامب هو بيتلاعب بيه في هذه الليله، فجاب بقى اللاعب الحقيقي فتم معاه الصدام. مين اللي اعتذر يروح روسيا؟ وزير خارجيه امريكا اللي راحها النهارده ولا وزير خارجيه بوريس جونسون وزير خارجيه بريطانيا؟ وزير خارجيه بريطانيا هو اللي اعتذر. اذا هنا الصدام الحقيقي بين بريطانيا وادواتها، ودايما بريطانيا ليها دراعين، دراع الممالك في هذه المنطقه ودراع الاسلام السياسي. شاف الدراع الاسلامي السياسي بيتضرب في 30 يونيو بيتهز في شمال افريقيا بيتاثر في قلب تركيا، كان موقفه مغير، كان موقفه مغير ضد حتى المانيا وفرنسا نفسها ضد ضد تركيا. وفي نفس الوقت نفس الكلام مع ممالك الشرق الاوسط. شوفي كل تحركات تريزا مي من البدايه، من اول لما جت، او حتى التظاهرات اللي كانت خارج الاجنده الانجليزيه واللي عملتها بسرعه ونتائجها كانت ايه. اذا بريطانيا هنا لاعب اساسي في كل هذه المشاهد، بتحرك وماسك هذا الاقليم بذراع الممالك وذراع الاسلام السياسي. روسيا لما بوتين لما جه يتعامل ما تعاملش مع ترامب، تعامل معه الاء واحتدم به الاء. وعشان تتاكد اكتر ان هناك حاله من الاختلاف والتضارب في البيت الابيض واشنطن تجاه ما يحدث في سوريا، شوفي تاني يوم تصريحات امريكا، مندوبه امريكا في الامم المتحده كانت بتقول حاجه، وزير الخارجيه كان بيقول حاجه، اللي في البيت الابيض كان بيقول حاجه، كان كله بيقول كلام عكس بعضه. ده اللي بيقول لك ده اخرنا مش هنجدد ضربات، هنتعاون مره اخرى، اللي كان بيقول لك هنكمل مشوار للاخر. اذا كل ده بيقول لك ان الداخل الامريكي لا ترامب مؤسسات الحاكمه في امريكا في حاله الدوله العميقه هي اللي بتدير هذه المشهد. طيب سوريا اللي بيحصل فيها خريطتها قابله للتقسيم، ايه خطوره ده علينا؟ لانه لازم المواطن المصري يستشعر اهميه الكلمه اللي قالها رئيس الحكومه واللي قالها قبله الرئيس. تمام، شوف حضرتك كان مراد من الاول كل الدول القديمه صاحبه التاريخ في هذه المنطقه تتمسح. في العراق واتمسحت، اليمن واتمسحت، سوريا واتمسحت، من باقي مين؟ احنا. مش قاعد اقول بقى ليه ونخش في كلام اتقال اعتقد على مدار 3 4 سنين كتير قوي، لكن خريطه سوريا عامله ازاي؟ الجيش السوري سيطرته على الارض قد ايه من المساحه؟ اقل من الربع. الاهم من كده تعالى نبص على شمال سوريا، موجود في قواعد من بريطانيا وفرنسا وامريكا وتركيا. امريكا لوحدها ليها 5 قواعد في شمال سوريا، وفي الثلاث اربع ايام اللي فاتوا دول بس بتعمل على توسعه و يعني زياده مساحه وقطر الاسلحه، يعني زياده السلاح والتسليح اللي في هذه الخمس القواعد منها. حتى بقول لك ابتدت تسحب حاجات من انجليك، طبعا ليه تاثير كبير. ده معناها بتقول لك ان امريكا شافت تركيا ازاي مستقبلها في حلف الناتو، وانها اصبحت قدمها الثابته في شمال سوريا وليس في شرق تركيا. 5 قواعد لامريكا في شمال سوريا، قواعد بريطانيه وفرنسيه في باب الهوا في جبل مشتى. ايه كل دوت؟ ده غير التركيا اللي خلاص احتلت مدينه الباب، الاقراض اللي بيعملوا دوله. شمال سوريا انتهى تماما واصبح منطقه نفوذ لكل هلاء، والجيش السوري او الدوله السوريه بعيده تماما. الجنوب ما بين الاردن وسوريا او اسرائيل وسوريا اصبح دلوقتي للجيش الحر. شوف اللي عاملاه القوات الخاصه البريطانيه برضه مع الامريكيه مع القوات الخاصه الاردنيه في الثلاث ايام او اليومين اللي فاتوا بس في معبر تنفو البوكمال وهذا الخط الحدودي، بتبعد اي تنظيم ارهابي واي حد اصلا موجود في هذا الخط، وبتحط فيه ما يسمى بالجيش الحر. ده غير طبعا اجهزه يعني ناس ليها كتير جدا. نفس الكلام اسرائيل. اذا كل حدود سوريا تم تفريغها من الدوله السوريه واتملت بقوات اجنبيه، لم يتبقى الا القلب دمشق، يعني جزء ليس بالقليل من حلب. لكن في الاخر انت رايح لفين؟ هل الدوله السوريه ستصمت كل امامه ولا روسيا هتفضل واقفه لحد قد ايه؟ وهي اصلا هي عايزه ايه من سوريا؟ يعني لحد دلوقتي محافظه على مصالحها، قد يكون مش مهم ليها الباقي، لكن في الاخر لو حصل اي انتكاسه جديده في سوريا لا هتبقى ضربه في كل هؤلاء وفي مقدمتها روسيا. يعني انت بتتوقع الموقف الروسي هيبقى عامل ازاي؟ لا ما ينفعش يكون في اي تنازلات اخرى، لان اي خساره بقى في اللي جاي مش هتبقى لبشار الاسد ولا الجيش، لا هتبقى خساره لبوتين نفسه، فصعب، وخساره لايران نفسها، وبرضه صعب انها تتحمل كل هذا. طيب علاقتنا احنا بقى المصريين بده ليه طول الوقت يعني مؤخرا كده اداره الدوله المصريه عقل الدوله المصريه بينبه المصريين ان احنا رايحين لخطر؟ شوف احنا كنا مهتمين بسوريا بحكم انها جيشنا الاول، جبهتنا الشماليه، والكلام التاريخي والجغرافي اللي احنا كلنا عارفينه. لكن برضه لما نتكلم على الارض والتنظيمات الارهابيه دي لما تخلص من مهمتها في سوريا وتخلص على السوريين كلهم، هيسكتوا وربنا يهديهم؟ لا، دي اله داميه تتحول لدوله ثانيه. يبقى قدامك حاجتين لا ثالث لهم، سيناء او ليبيا. ولو بصيت على هذا المثلث هتلاقيه ماشي تقريبا كله في معادله واحده. يعني دايما كان بيشتعل في وقت واحد. دايما كان بيتم بيدخل مرحله سياسيه برضه في وقت واحد. في نفس الوقت هتلاقي اعدائنا اللي هم في سوريا هم نفس اعداء الدوله المصريه.
اللي بيحضر دلوقتي مناورات في تركيا او بيدفع فلوس بالمليارات لدوله او لجهاز او جهاز استخباراتي او ما الى اخره، هم نفس اعدائنا. اللي بيضرب سوريا مين؟ هي نفس الدول بلا استثناء، كل سواء الدول الاقليميه او حتى الدول الغربيه هي نفس الدول اللي بتضربنا، هي نفس الدول اللي بتضرب ليبيا. اذا لما انا اقول سوريا ومصر وليبيا في معادله واحده مش ببالغ، بالعكس ده بتنبه. اكلت يا دمشق يوم اكل بغداد، اكلت يوم اكل الثور الابيض. اللي بيحصل في سوريا دوت هياثر على ليبيا وعليا انا بشكل مباشر. خليني اشكرك شكرا جزيلا، الباحث في شؤون الشرق الاوسط الباحث السياسي فادي عيد. العفو يا فندم. خلوني اقول لحضراتكم ملخص مهم قوي للي احنا بنتكلم فيه ده. سوريا فيما يبدو كده مع كل التقدم اللي عمله الجيش العربي السوري والرئيس السوري على الارض، المساله ما كانتش قابله لاي تاجيل، فعمليه خان شيخون لازم تحصل ويحصل غيرها وغيرها وغيرها، لان المقصود اما انك هتقبل بفكره التقسيم، والتقسيم بقى هيبقى كل اللاعبين اللي اتكلم عليهم الاستاذ فادي هيبقوا موجودين وهتتقطع المساله بالشكل ده، او ان احنا هنروح لتتويج الصراع بمساله اكبر. لان السؤال الاهم هنا، هل بوتين هيقبل ولا مش هيقدر يتنازل اكتر زي ما الاستاذ فادي بيقول؟ طب لو هو مش هيقدر يتنازل، هو ممكن يتساب له ايه مقابل انه يتنازل عن الباقي ونروح لنفس النتيجة التقسيم؟ ويبقى الحل في المشهد العراقي اللي مرتاحش من 2003 انه كمان يروح للتقسيم. يعني المشروع دولة 30/6 كانت ضده من اللحظة الاولى بيتم الالتفاف عليه في الاقليم. اللي يخصكوا واللي النهاردة رئيس وزرائكوا قالوا قدام نواب شعبكوا قدام اللي بيمثلوكوا في البرلمان، ان ده لو حصل او تركناه يحصل او ما عطلناهوش هيحصل طول الوقت تراجع لكل العناصر دي من الارهاب علشان ترجع علينا هنا جوه. ولما هترجع عندنا هي مش هترجع علشان تشتغل ذئاب فردية، الكلمة اللي احيانا بعض المحللين بيقولوها، لان حتى فكرة الذئاب الفردية هي جزء من المخطط بيتم توظيفها في لحظات بعينها في اماكن بعينها. طيب اللي بنقوله ده مزعج قوي، مقلق قوي، بيخوف قولا واحدا. واعتقد ان عقل الدولة المصرية بيقول اهو، سواء تحت القبة ولا في قصر الاتحادية، لكن احنا قده، احنا قده، بس شروط ان احنا نكون قده ان احنا نكون واعيين بيه. ما ينفعش نكون لحد دلوقتي بنسيب برنامج في قناة هنا ولا هنا يقلبنا، ولا خناقة في جريدة توقفنا. ما ينفعش نفضل واقفين على التفاصيل. ما انت في حالة الحرب ما بيبقاش عندك رفاهية انك تسأل كيلو السكر بكام، المسألة مختلفة. علشان كده مهم ان احنا نبقى عارفين ان الحركة الالتفافية اللي عملتها المؤسسات الحاكمة في الولايات المتحدة على الرئيس المنتخب بتاعهم، وانه حولوا له مجرد أداة عن طريق العقل الذي يدير العالم، العقل اللي موجود في بريطانيا، بتقول ان اللي جاي تقيل، لان احنا مش عارفين رد فعل بوتين، مش عارفين رد فعل ايران، حتى ما نقدرش نقول رد فعل حزب الله، لان المنطقة رايحة اما للتقسيم او احتدام الصراع. المشهد واضح. علشان كده بتمنى من حضراتكم تتفاعلوا مع الهاشتاج اللي تم تدشينه من قبل عدد من رواد التواصل الاجتماعي بعنوان بلغ عن الإخوان لمساعدة قوات الشرطة في ضبط العناصر الإرهابية. ده هاشتاج هندخل، اللي عنده قلق شك أي حاجة من دي لازم يدخل على الهاشتاج بتاع بلغ عن الإخوان علشان يشتغل نساعد دولتنا، نساعد أجهزتنا. لازم إحنا نفسنا اللي بنشكل الكتيبة الأولى للدفاع عن هذا الوطن. أرجوكم ركزوا في اللي احنا بنقوله، لأنه لو بدا قاسي إلا أنه مهم بجد. غدا يتجدد اللقاء.